السلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تتخيلوا يعني الميعاد ده أنا بنتظره. تخيلوا بقى، أنا بلغي المواعيد كلها، لكن الميعاد ده بالذات بلغي كل شيء. لسه كان في اجتماع قبليكوا لغيته، كان في وفد جاي، وده احنا بس نازلين ترانزيت في اسطنبول وهنقعد 3 ساعات. قلت لهم بدل 3 ساعات هتبقى هي نص ساعة بس. ما أقدرش ألغي حملة القرآن واهل القران، واليوم اللي الواحد خصصه مع انه يبقى معاه. بصراحه ممكن نكون مش عارفين بعض بالاسماء وبالاشكال، لكن ان شاء الله القلوب يعني ايه متلاقيه. صح يا موسى؟ جميله. طيب خلينا النهارده نبتدي الموضوع الاولاني، موضوع اخلاق حمله القران. احنا النهارده هنتكلم عن خلق واحد بس، وادعو سبحانه وتعالى الوقت يكفي. انا مش عايزه ارغي كتير جدا، يعني اخليكي ايه احاول الخص لكم في نقاط بسيطه من اخلاق حمله القران. الصدق. الناس بتفتكر لما بنيجي نتكلم عن الصدق خالص بنتكلم عن صدق القول بس. لا، انا عندي صدق القول وصدق الفعل وصدق النيه. تمام؟ ايه ده هتجاوبوا؟ طب هات يا شفاء الشنطه، قالت معانا الهدايا، مش عارفه اشوف لكم ايه في الشنطه. شفايه اللي لقت صاحبتها وناس قد اهلها ده عايزه تجيب الشنطه. بس اتقل اللي هيجاوب هنقول بقى على طول. معانا دكتوره ومعانا الناس، نشوف احنا معانا ايه. نعم. احاول والله انا احاول، لان يعني خالتك هاله في هذه الامر لا احمد عقبه. ممكن اكلم انجليزي شويه على فكره شويه، لكن تمام. فكلامنا عن الصدق النهارده صدق القول، صدق الفعل، صدق النية. دي القاعدة. طب أنواعه؟ الصدق مع النفس، والصدق مع الناس، والصدق مع الله عز وجل. يبقى هنتكلم في كام نقطة؟ مين يقولهم لي؟ وادعي لها. تقول؟ أيوه. اسمك إيه؟ يمنى. ما شاء الله عليك. صدق العمل، صدق النية، صدق القول. تمام. مع نفسي وصدق مع الله. مع الناس. الله يبارك فيك. اللهم اغفر لاختكم يمنى، قولوا امين. امين. إلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واحنا معاها قولوا امين. امين. والسامعين واللي بيقول امين اهم حاجة. كل واحد. ايه الحلاوة دي؟ شوف وإياكم يا رب، احنا وإياكم جمعنا على الخير. تعالى ما نتكلم على صدق القول. صدق القول احكي لكم فيه قصتين اتنين. ولما الواحد بيحب يبقى اي غرس للسلوك او قيمه او خلق، اما نقول قصه بالارض ويحيي بها الفؤاد يثبت بها ايه؟ فؤادك. القصص بتبقى كده، تثبيت الفؤاد. أول قصة، واحد بيجري والعسس اللي هو العسكر بيجري وراه، فراح مستخبى في محل. فبيقول له خبيني خبيني، قال خش في البرميل ده. فدخل في البرميل، فالعسكر جه. فواحد صاحب المحل جه فبيقول له فين؟ واحد كان هنا، قال له في البرميل هنا. فبصوا له كده وسابوه مشوا، ما صدقوش. الراجل طلع بعد ما مشي في البرميل، أنت بتقول لهم إن أنا موجود هنا هيقبضوا عليا. فقال لهم إيه؟ فالراجل رد عليه قال له الصدق منجاه، وهو ده صح. الصدق بينجي صاحبه. الكذاب، احنا بنتكلم على القول بس، الكذاب بينسى يا اخوات، بينسى هو كذب في ايه. فتيجي اما تكذب كذبه ما خلاص نسيت انا مش حقيقي، فالمخ مش مستوعبها. وبعدين تيجي بقى تتحكى في موقف تاني وتيجي صاحبتك قال لها انت مش قلت كده؟ والله مش عارفه ايه. او استغفر الله استغفر الله، المسميات اللي بتسمى حاليا تجميل وديكوريشن كده للايه؟ للصدق. ده بنهزر. لا ده بنهزر. لا ده بص ده كذبه بيضة. لا لا بص يا دكتور ده بنفشر، يعني ده فشر وهزار يعني. لكن مسماه الحقيقي ايه؟ كذب. وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق. جميل جدا الحديث ده. ويتحرى الصدق، يعني مش بس يقول الصدق، لا ده انا كمان بتحرى الصدق. حتى يكتب عند الله صديق. الصديق دي مرتبه
كويسة ولا مركبة قليلة؟ عالية. أعلى من إيه؟ قول يا حماس. بعد الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر طول الصديق، لكن أعلى من الشهداء صح كده؟ مع النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين. يبقى بعد مرتبة الأنبياء مرتبة الصديقية، مرتبة عالية جدا، مرتبة عالية جدا. ما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. بارك الله فيك يا حماس، واغفر لحماس، قولوا امين. واحنا معاها وادخلنا الجنه معاها يا رب بدون حساب ولا سابقه عذاب. والله كانت من بقايا هدايا العيد صراحه. طيب يبقى احنا عندنا مرتبه عاليه اسمها مرتبه الصدق، وما زال العبد يكذب. كارثه كارثه. النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد قال يسرق المسلم المؤمن يا رسول؟ قال نعم. يزني يا رسول؟ قال نعم. يكذب؟ قال لا. متخيلين الحديث؟ قال لا. انتفض النبي صلى الله عليه وسلم من اول. قال لا، لا يكذب المؤمن ابدا. لما المؤمن بيكذب يرفع عنه لباس الايمان. عندنا لباس الصلاة، لباس التقوى، لباس الإيمان، يرفع عنه لباس الإيمان حتى يتوب إلى الله، فيبقى متعرف عند دراسه تاب إلى الله عز وجل، تمام، ينزل لباس الإيمان عليه. ده بس صدق القول. القصة الثانية في صدق القول قال إيه؟ إلا تاب. لا يزني المؤمن وهو مؤمن. لا يزني المؤمن وهو مؤمن. القصة الثانية في قصة الصدق، قصة الثلاثة الذين خلفوا، أحكي لكم منها. سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك كان عنده زوجتين، وكان عنده بستان من الفاكهة، وكان عنده أراضي وراجل غني. ولما جت غزوة تبوك، اللي هي جيش العسرة، لما جت غزوة تبوك قال عندي حصان وأنا ممكن ألحقه، ألم الحصان. كان وقت حصاد الزرع ووقت حصاد الثمار، فقال ألم الحصاد وألحقه. فمرة في يوم في يوم في يوم ده خلاص أنا كده كده معايا حصان. ف جه في يوم لقى الزوجه مسقعاله الميه، مبرداله الماء، جايبه الميه حاطينه بيقوموا مدليينه كده، عشان زمان ما كانش فيه ثلاجه، ولكن كان يتحط كده في مكان متلف عليه عشان الشمس ما تجيش عليه فيبقى ماء بارد. وتقدم له الطعام كذا، وهو بيشرب قال والله انا اشرب الماء البارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع فيه. قام جاي اتنفض عن نفسه، وقام جاي ايه واخد الفرس وجاي طلع، لقى النبي عليه الصلاه والسلام والجيش راجع. خلاص كده تخلف، وسبعه من الكبائر تولي يوم الزحف. كبيره كبيره جامده. فالمنافقين اللي ما جوش يا رسول سكن عندنا وكنا تعبانين، فاي كان النبي عليه الصلاه والسلام ياذن لهم. خلاص اسمعهم ما عدا الثلاثه اللي منهم من سيدنا كعب اللي بنحكي عنه. ايه سيدنا كعب؟ قال له يا رسول الله والله ما كنت اقدر على السيد من هذه الايام، لان انا كنت قوي وكان عندي فرد، كان عندي كل حاجه، وهممت بالخروج ولكن جيت. النبي عليه الصلاه والسلام قال اما هذا فقد صدق. ده خلاص صدق، فارجعه حتى يموت الله في امره. وجه بعد كده مقاطعه الثلاثه اللي هم الذين خلفوا سيدنا كعب دولت، مقاطعتهم، تم مقاطعتهم، ما يتقالهمش سلام. النبي عليه السلام قال يا كعب روح خلي زوجتك تلحق بقالها، ما نعرفش لسه الحكم فيك انتهى، لانه عمل كبير، تولي يوم الزحف من السبعه كبائر. فقالوا تلحق باهلها ولا يرد على، ما حدش يكلمه. فكان يلقى على ابن عمه السلام ويرد ما يردش عليه، كان يجي المسجد يقول سلام عليكم، فكان يقول كنت اتحسس شفاه النبي بترد عليه السلام ولا لا. 55 يوم فتنه رهيبه. هاتوا واحد مليونير، واحده عندها
ملايين الدنيا، متع الدنيا كلها، وعايشة في جزيرة على المية وعندها الأرض كلها ياقوت وذهب وعندها الدنيا كلها، وعايشة لوحدها، هتبقى سعيدة؟ اه شوية على البحر ماشي، على الشمس الشمس ومش عارفة ايه، على المرجيحة بتاع، لكن ما تبقاش سعيدة. ليه؟ أصل ربنا اه خلقنا شعوب وقبائل عشان ايه؟ ما ينفعش انسان يعيش لوحده، ما ينفعش تكوني مش ضمن كوميونتي معين ولا مكان معين ولا اسره معينه ولا هويه معينه. كل اللي هنا متجمعين على ايه؟ الواحد لما بيبقى لوحده بيحس انه غريب، خلاص ما بقاش قادر. راح يتصور السور على ابن عمه، قال له ناشدتك يا الله والرحم، اتشهد اني احب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله احب. قال له ناشدتك الله والرحم، اتعلم اني احب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله احب. شاهد يقول ولا عايز يرد عليه. بكى سيدنا كعب بكاء شديد الليله دي، جاله فتنه كمان، ملك الروم بعت له ايه؟ ورقه، سمعنا ان صاحبك هجرك، تعالى عندنا وهنكرمك وهنعملك ونخليك ما نخليك امير وكذا وكذا. قد المكتوب ورماه في الارض. فتنه. اصحابك سابوك، النبي عليه السلام مستني الامر 55 يوم. زوجته راحت بقالها ما تعرفش لسه الحكم ايه، ولا حد بيكلمه، وكمان فتنه هزه كبيره. وبعدين ايه اللي حصل؟ بكى سيدنا كعب لما قال لابن عمه كده وما ردش، قال الله ورسوله اعلم. قال له ولكن الله يعلم اني احبك، انا عارف ان انا بحبك. نزلت الايات بتاعت سوره التوبه. فلما جزاك الله خير لما رجعت. فلما نزلت الايات جه لصحابه يا كعب، كان بيصلي قيام ساعتها، يا كعب ابشر بخير يوم طلعت عليك الشمس فيه، ابشر بخير يوم اللي ولدتك امك، ابشر. قال له ايه؟ قال له قد تاب الله عليك، تعالى. كان لابس برده فقلعها وقال له هي ايه؟ هي لك. ودي من السنه، لما حد يجي يبشرك بحاجه اعطيله، حد يجي يقول لك حاجه حلوه اعطيله اي جديد، اي اي، دي من السنه. فاول ما راح المسجد، مين المسجد؟ الصحابه كلهم بيشوفوه بقى وفرحانين. مين قام له؟ سيدنا طلحه الله يفتح عليك. مين قال طلحه؟ الله، تعالى تعالى تعالى. انا ناخد الطبقه قصيره اهو، اتفضل يا جميل. الله اللهم اغفر لاخت جهاد حبيبه ادخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واحنا معاها كل يقول امين. حبيبة الحبيبة. فجاء سيدنا كعب قام سيدنا طلحة وخده بالحب وقال ولا زلت اذكرها لطلحة. الواحد لما بيبقى مكسور وبتبقي حزينة او بيبقى اللي يجي عليك ويطبطب ويمسكه واللي يجي ما بتنساش، واللي يقف معاكي وقت الكسرة أو وقت الحزن ما تتنساش. فراح والنبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص لقد تاب الله، كتب عليه أولئك الذين أمنوا من إيه؟ أولئك هم الصادقون. دول خلاص تاب الله عليهم، أولئك هم الصادقون. وكن مع الصادقين. الصدق مرتبة، ده صدق القول. ده صدق القول. طيب صدق الفعل، مين يقول لي كده تصوره على صدق الفعل؟ ها عرفيني بنفسك بس. سمية. كان كام سمية؟ انا عليك 11. معاكي كام القران؟ انا ما شاء الله. يا رب يا رب يا رب. هو صدق الفعل اللي هو جاي يتخلي عن اللي هو اذا حب عشان عمل مشكله، فاللي هو مثلا زي مثلا يعني اهم حاجه اللي هو مثلا نفلس مثلا الارض نحط حاجه في السرير يعني. اتقان العمل. انت عندك الصدق، اتقان العمل. جزاك الله خير، ده معنى برضه حلو. ها ايه تاني؟ تعالي. يوم يومنا 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 انت يومنا قريبة فاطمه. اهلا اهلا. انتوا الاثنين يا عزيزي، انتوا الاثنين كويس. الحمد لله على السلامه.
مثلا حد يعمل حاجة لازم الوقت ده هو ربنا عايز ده خلاص اللي ماشي عشان حد او مستني حاجة هو بيعمل حاجة هو عشان ربنا بس مش حد تاني صح فهو عامل النية صدق العمل تقصدي بيها ان انا في بدايتها صدق النية الله يفتح عليك حاجة جميلة اتفضلي ناخد من ربنا يغفر ليمنى قولوا امين واختها وقالتها وقالها نصار كلهم اللهم امين ادخلهم الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب واحنا معاهم اللهم امين صدق الفعل مع صدق النيه الاثنين متلازمين تمام مريم خاوية ما اسمك الأول؟ ماريا ها مجيك على صدق الفعل أنا أقول لا أنا فرق بين الأم يعني والعائلة والشخص الآخر يعني إن كانت أمه في نفس على الخط وأنتم تسألون تدخلون ربكم هي تهيا تسألنا في الخط تهيا تسألنا في الخط إنها إيه؟ بالإنجليزي تستطيع؟ اسمك إيه الأول؟ اسمي سهيلة سهيلة أنت مصرية؟ مصرية وعايشة في كندا عايشة في كندا؟ وماريا عايشة فين؟ في بلجيكا تمام اتفضلي فهي قالت إن هو التعامل اللي أنت تعرفه من أصحابك أو عائلتك إزاي بتعامل الناس التانيين مثلا هي كنت بتفرج المثل إن مثلا لو كنت أنت في صابون وجات مامتك يعني ما تخليش مامتك تساعدك ما تخليش موقفك تحط قدامك وتسيب كل الناس اللي وراك هما يعني اخروا شخص دوت يعني مكان يعني صدق العمل اللي بتعمل في العمل مش بس الناس اللي بتقربهم بس يعني صدق العمل مع القريب والغريب والبعيد وهكذا وانت تبقى صادم صدق النيه بارك الله فيك ومعنى طيب جدا يا رب يكون عندنا حاجات كل حاجه وقعت تعال كل واحد تاخد ترجمة لما بنيجي نتكلم عن صدق العمل اولا له شروط لازم يكون العمل عمل صح عمل صالح صواب ورقم اثنين الجناح الثاني انه يكون مخلص من كل الله زي ما قالت يمنى يبقى اصوبه واخلصه اما اجي اعمل عمل لازم اثنين اخلصه يعني النيه خالص لله يا رب انا عامل العمل ده ليك وكذا عشان كذا عشان اعدد النوايا واصوبه انه يكون عمل صالح يا رب الله سبحانه وتعالى مش تقول لك ايه ما هي اصل الغايات تبرر ما اعرفش ايه واللي مش عارفه ايه تبرر ايه لا ما فيش حاجه اسمها لا مش المحظورات ده اصل شرعي لكن عندنا احنا في مصر يجي يقول لك ايه اصل الغايه تبرر الوسيله فانا نيتي خير فمش مهم اعملها بحاجه فانا عايز مثلا اساعد الناس واعمل لهم مثلا واجيب للفقراء واعمل كذا فقررت ان انا ابيع مخدرات عشان اجيب الفلوس المخدرات واساعد بيها الفقراء ده صح؟ فالامر لازم يكون اخلصه واصوبه اتفضل أصوابه يعني إيه؟ يعني عمل صالح سقف في رضا ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه أنوي لله؟ يعني زي مجية قاعدة زي اللي أنتوا قاعدينها دي. قاعدينها ليه؟ مين تقول لي؟ قاعدة النهاردة القعدة دي ليه؟ يلا نختار من هنا. قولي أنت مع اللي بيشاور بإيده حتى لو بيهرش هقومه. هقومه. طيب اتعلم خير وانفع بيه الناس ادي نية جاب بارك الله فيك ايه كمان هو يعني التعليمات بيقول ان احنا هنا في الدبيره لازم تكون صاحب العلم يمكن احنا هنا مش ناخد العلم اللي احنا نقدر نوصله لما ناخد العلم لازم ناخده من اهل العلم هما
الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك. تعال خذ. اتفضلي. معنى طيب ومعنى جميل. مين تاني يقول لي نيته ايه؟ ها اسمك ايه الاول؟ مريم. هو انا شفتكم فين؟ يعني انا مش عارفه انا شفتكم فين؟ لا قبل المره اللي فاتت. انا حقيقه ما فيش دنيا حر بتقومي وانت نفسك هتموتي بتنامي بس بتقومي. فكنت بقول لهم انتوا عند مصنع فعلا قالت زي الحاجه كده من الصحراء ما فيش اي حاجه ولقيت شجره كده مخضره في الصحراء كلها فانتوا فعلا هتكونوا نفس الوصف كده او مصنع فعلا يرفعكم السماء كده العلا غيرنا اللي نايم بيلعب ولكن انتم طوال ال 40 يوم تذكروا في الملأ الاعلى. يعني كل عمل وكل حركه استحمالك للحاضر كذا كذا فما شاء الله ربنا صحيح. ده نيه جميله برضه، نيه جميله. ها قول الله. تعالي تعالي حماس. تعالي ربنا يبارك فيك. حلو. انا بس عايزه اعلق على اه الاول انت استني مريم ما خدتش. اتفضلي تعالي خدي ادي لمريم معاكي. مريم اللي قالت قبل سنة. اتفضل. احنا بس من مريم اهي. مريم اهي. عارفين الاضطرابات اللي بيجيلكم من سنين في الصين او من كبر السن. لكن عندنا صديقه، انا عندي صديقه بتدرس ادب ادب صين ولا كوريا يعني. فجايه من التزيد فعندها جالها منحه من ادب الصين. فراحت جت بتقول لك ان هي ما جاتش بتنام كل الليل. هي ايه؟ ما جاتش بتنام نهائيا. بتدوس بس بتعرف بس بتتعب. لما تمشي تعشي على محل مثلا بيع مثلا لحم جنبير او اي حاجه محرمه كانت بتلف او تمشي الشارع الثاني تفضل في حاجه واحده بس هي ما تقولش عليها شوف البنات المسلمات اللي عملوا كده. فهي فبيكون ده مثال هو انت اصلا ما كنتش بتلف. ربنا يبارك فيك واجمعين. تمام اتفضلي. نعم ده حلو. طلب العلم الفريضة. استغفر لك. مين تاني يقول نية؟ ها اسمك ايه؟ حماس برضه. كويس. الله مصاحبة الايه؟ يشفع لها. يا بتقول منعته النوم بالليل. نفسك تنامي ولا بالنهار ولا بالليل؟ احنا هنقول بقى يا رب انا كده ال 40 يوم. ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح بيكم. ده اسمه النوايا، تعدد النوايا. احنا قاعدين في مكان نذكر الله سبحانه وتعالى، فلما بنذكر ربنا تيجي علينا الملائكه السياره تذكرنا بالخير. نقول كلمه فيها الله يا غفران انت والشفاء فيستغفر لنا الملاكين ويتكتب. نعدد النوايا يعني نقول اكتر من نيه. ادي شفاعه وادي سمت مسلم وادي اخلاص نيه وادي ان انا انشر معنى كويس للاسلام ان انا اجيب طلب العلم وهكذا. كل الحاجات دي نوايا. انا عايزاكي كل لما تعملي عمل تصدق النية فيه. يعني ايه اصدق النية فيه؟ زي سيدنا سعد ابن ابي وقاص لما قال لابن اخته قد كده. سيدنا سعد كان خال طفل من 3 سنين لخمس سنين قول كده قبل ما تنام الله ناظري الله شاهدي الله مطلع علي. بنقولها باللسان ولكن بعد كده بنقولها بالايه؟ بالقلب. الله ناظري الله شاهدي الله مطلع علي. بعد ما بتقوليها باللسان وتعيشيها مرة واثنين قلبك بعد كده اللي هيقولها. النية كده، النية اللي محلها القلب دي ان انا اي عمل اعمله. طب انا اي ما اشرب هاخد عليها ثواب؟ ليه؟ ليه ما اخد بشرب مية اخد عليها ثواب؟ ها اتقوى بيها، اتقوى بيها. بارك الله فيك. اتقوى بيها على طلب القران والعلم والطاعه والعبادات. ايه كمان ممكن؟ ايه الله 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 ان انا اعمل سنه النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الماء ثلاثه قبليها. من قبليها بنقول بسم الله، بعديها وبعدين في الاخر خالص بقى مين يقول لي دعاء شرب الميه بعد ما بخلص؟ اللهم ها اوعي. استني يا استاذ شيماء دلوقتي استني. مين يقول؟ حماس عبد الله. ها
اللي دي حاجات حلوه وجميله ومظلومه، لكن احنا الحديث الايه الحديث الحمد لله الذي ها شو صح اه قريب بس نص الحديث ها قريب ها الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا الآية ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوب العباد ها بذنوب العباد ف يبقى انا زي ما قالت حماس ان انا اعمل سنه النبي عليه الصلاه والسلام في شرب الماء، بشرب الماء اتقوى بيه على الطاعه، بشرب الماء علشان احنا مأمورين بالحياه وان احنا نعيش فدي من ضمن اسباب الحياه، بشرب الماء عشان اعمل سنه النبي ها نعمه الواحد فعلا بيستشعر بيها لما تبقي عطشانه قوي وتسمي الله وتشربي وتستشعري نعم الله عليكي اللي في ناس كتير مفتقداها في بلاد ما عندهاش نعمه الميه الميه ممكن استشعر دوت واحمد ربنا عليه. طيب داخله الحمام هتاخدي ثواب؟ مين تقول لي ليه؟ أنا احنا بنتكلم في ايه؟ تعدد النوايا ازاي؟ ازاي انوي في كل عمل؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي دي منها الشرب من داخل الخلاء اعزكم الله. ها قولي. يعني اقول الدعاء، طب اخد ثواب ليه؟ عشان ايه؟ واتباع لسنه النبي عليه السلام في الحديث والكلام. ها ايه كمان؟ عشان ايه؟ ليه اخد ثواب ليه؟ مين تقول؟ قول يا حماس. عشان ايه؟ جابوسك دلوقتي يا حموسه يا جميله. عشان لو ما عملتش همرض صح؟ وبعدين هيبقى في روائح مش لطيفه وبعدين ممكن اعيا وبعدين ممكن جازك، فلا وانا ماموره بحفظ النفس الضرات الخمس فاروح. شوفوا اعزكم الله لدرجه حتى ما بين الراجل وزوجته ياخد عليه ثواب. قالوا يا رسول الله اتحدنا شهوات وياخد؟ قال نعم بالنية بالنوايا. اوعي تعملي عمل وانت ما تنويش فيه. بتلبسي الحجاب؟ قال طب انا لابساه بقالي سنه ولا سنتين ولا 10 سنين. كل مره وانت بتلبسيه كل مره وانا بحط وبحط الدبوس انا بعمل فرض لله، انا بتستر خارجيا واسالك يا رب عز وجل يا رب بحق اسمك الاعظم الاحب انك تسترني داخليا. انا يا رب بتقوى على حر الدنيا والناس كلها حرانه بره الا احنا. عايزه اقول لك الناس كلها بره صهدانه الا المحجبات، حاجه عجيبه جدا. يا رب وانا اتقرب اليك بهذا الفعل وبهذا الامر. سنه عن النبي عليه السلام ولا فرض؟ الله يفتح عليك. والحجاب فرض زيه زي الصلاة زي الصوم زي الحج، حجاب فرض. اديني بعمل فرض لله سبحانه وتعالى، اديني بتستر في زمن الفتنة كل مرة وانت بتلبسيه يبقى مش هي مرة. طيب رايحة اتفسح مع اصحابي اخد ثواب ليه؟ ها عشان ايه؟ روحها. النبي قال كده بقى، النبي قال كده وخلونا نروح. الله عليكي الله عليكي. ان انا اروح وبتفسح فبتفكر في خلق الله. تعالي تعالي خدي الحاجات الحلوه الجميله دي وصلوا يا جماعه. تعالي يا اسراء هنا مكسوفه. كله هلا يا جماعه. شكلها بتكتب لك شعر. كله هلا بقى. تمام. يبقى انا راح اتفسح مع اصحابي تفكر، روحوا عن القلوب. ايه كمان؟ هي النبي عليه الصلاه والسلام قال ساعه وساعه. ماشي. ان القلوب تمل. ها. فانا رايحه بالنيه دي. ايه كمان؟ الشخص يشرب على الهام. اسمك ايه؟ الهام؟ انت منين يا الهام؟ الشرقيه. والله الشرقيه بيتكلموا كده اول مره. تعالى في حاجات بتقلق. والله في لغه جميله سامعينها. الله الله ربنا يحفظكم حبايبي يا رب. حلوه الدماغ اللي يا رب على خير دايما. طيب نرجع للامر. يبقى صدق القول صدق الفعل، الفعل لازم يكون صالح يرضي الله عز وجل. مش هروح اعمل كذا عشان اعمل، لا
واخلصه ويكون فيه خالص نيتي لله، يعني انا عامله له ابتغاء وجهك. قال لها طب ساعات بيك بقى ايه عشان امي تفرح، او يجي مثلا صاحبتي مش عارفه تقول لي ايه. لازم يبقى الامر خالص لوجه الله. مره في مره هتعلم، خلي بس اكمل الفكره واسمعك. مره في مره هتعلم يعني ايه يبقى العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، مره في مره. والامر اللي احنا محتاجين نقصله في موضوع النوايا دي، اوعي تعملي نيه واحده، نيه مع نيه مع نيه، 10 20 30. كل ما تكتري النوايا كل ما تاخدي الحسنات عليك. طيب الصدق مع الله يكون ازاي؟ مين تقول لي يعني ايه الصدق مع الله؟ الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ عايشه. انت خدتي شوكولاتات ولا ده؟ تاخدي تاني عايشه بسكوت بقى. تعالي تعالي بسكوت مملح، تعالي خدي عايشه، خدي بيرلي زمر. مش عايزه العصير؟ ها قولي. نسينا. طب قولي عمليه ما تفتكرش. صدق مع الله يعني مراقبة، صدق مع الله يعني انا اعمل العمل ده ماليش دعوه بالناس، صدق مع الله يعني ان انا مثلا كده دخلت الجنه انا هعمل كده، كده دخلت الجنه وانا هعمل ده كمان. هو بس ده لربنا اخلاص. ايه كمان؟ حماس. يعني انا هعمل يعني بالاحسان اللي هو كانه الله عليك. كانه تيجي اما ابوسك بقى يا حماس، تيجي اما ابوسك. تعالي انا يعني عايزه ابوسك من بدري صراحه. حبيب قلبي عايز بس جميلة، بحب المعاني الجميلة دي، الله يحفظك، بالك من الصالحات، قولي امين. خدي. انتوا عارفين المعنى اللي قالته حماس يجمع كل معاني الصدق مع الله. اسمعوا اللي انا هقوله لكم ده واوعوا تنسوه. بصوا لي مش عايزة اتكلم شفاء، تعالي انا هبعدك عن الغفران. تعالي اسمعوا الكلام اللي انا بقوله وبصوا في عيني عشان الكلام ده مهم جدا ينفعك فيما بعد. كنت اتمنى على الله اكون في سنكم وحد يجي يقول لي تعالي اسمعي الكلام ده، فانتوا في نعمه. قالت الاحسان في العبادات كلها والمعاملات كلها. انتوا عارفين يعني ايه؟ هتتكلمي هدفع 50 ليره النهارده، مفيش 5 ولا 10، بنتكلم في الخمسينات. الاحسان مع الله يعني ايه؟ احفظي اللي اقوله لك ده. هو انت ديانتك ايه؟ مسلمين. انت مسلمه عبد لله. انا امل الله. انا مسلمه، انا امل الله. عارفه يعني ايه مسلمه؟ يعني اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. مسلمه. اوعى تكوني كذابه. ازاي يعني؟ والله مسلمه. انا هكذب عليكي؟ المسلم يعمل بحق كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. صدقه مع الله ساعة ما اقول الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ده اسم جوز من كذا وكذا وكذا ومش عارفه، الله اكبر بسم الله، وبعدين بقى مش عارفه رايحين فين، وخنزب قاعد شغال عليه، وانت قايله في اول حاجه الله اكبر. ابن القيم عامل 22 صفحه في ما بين كتاب الصلاه وكتاب الطهاره، حته 22 صفحه بالظبط، دره انا عندي انكتبوا بميه الدهب في معنى كلمه الله اكبر والفاتحه فقط. مجرد ان انا اقول الله اكبر وهو في قلبي مش اكبر، استغفر الله، اقول الله اكبر وانا مش معظم الله عز وجل في قلبي ولا في افعالي ولا لوحدي ولا لما ابقى من غير امي وابويا وتقول لي صلي وانا لوحدي زي ما قالت اختكم لابسه نبيتي. هي سرحانه دلوقتي حبيبي. معنى الله اكبر يعني الله معظم في قلبي، في وجود ابي او امي او المربي او الاستاذه او الشيخه او وعدم وجوده. زي ما علمه سيدنا سعد بن ابي وقاص ابنه وقال له ايه؟ الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظري.
معنى الله أكبر يعني أكبر من شهواتك، معنى الله أكبر يعني أكبر من وساوس الشيطان. ده الصدق مع الله، هو فعلا الله أكبر في قلبك وعقلك ولا لا؟ هل فعلا كده؟ محدش يجاوب، وحد يجاوب، جاوب عليه بقلبك، وانت الوحيدة اللي تقدر تجاوب على السؤال، انت الوحيدة اللي تقدر تقول يا حاملة القرآن يا أهل القرآن انت معظم الله عز وجل في قلبك بمعنى الله أكبر ولا لا؟ أنا عظمك تعظيم الله ساعة ما أقول حي على الصلاة، حي منتهينا. الصحابة ما كان بيشتغل حداد بيعمل كده بالآلة بتاعته بالمطرقة، حي على صحيفة يرميها ورا يخاف يجيبها قدامنا تحسب عمل، ألهاها عن الصلاة. أما يجي هارون الرشيد يطلع في كل يوم قبل صلاة الفجر يسمع منادي قرآن وربي قرآن وربي قرآن وربي قرآن وربي، واحد ماشي كده من يصلي قبل يروح للمسجد وهو ماشي يقول كده قرآن وربي، افتقد صوت قال مات، قال نفعه القرآن، ده كان بيذكرنا بيقوموا قوموا حالكم مع القرآن. الله أكبر لما تيجي تساومي على دينك وعلى هويتك وعلى حجابك وعلى صلاتك تقولي الله أكبر جوه قلبي وجوه عقلي وجوه لساني وقراراتي. الله أكبر إنك ما ترضيش أبدا الدنيا لا في دينك ولا في هويتك أبدا. المجموعة اللي حاضرة المخيم دول أنتم متميزات، احفظي عن نفسك كده، انتم مختلفين عن الناس، انتم ازاي الناس، انتم مطالب منكم من قبل الله عز وجل ومن قبل دعوة ربنا ودين ربنا والإسلام انك تكوني انت الإسلام. ده الصدق مع الله، تكوني انت الإسلام، يبقى ده الصدق. انا الإسلام في قولك في فعلك، اهلا انت كنت معايا في المخيم، اه سمتها طريقتها كلامها افعالها تقول هي مسلمة، دي صدقت مع الله. ما اعرفش ليه شاورت عليكي بس هي جت عليكي، الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم منها. فاهمين؟ ده الصدق مع الله يا اخوات. يا بنات اوعي اوعي تغرك الدنيا، اوعي تغرك صحبه زائفه. كل اعرف من البنات من اللي ما كانوش اصلا محجبات، ميكرو مش مني، ميكرو جيب، وكان تيجي تخرج وضحك وهزار ودنيا وليله، تقول لك انا مش سعيده، انا مش مبسوطه. هاتي المجموعه دي، المجموعه دي ربنا هداها، خمسه سته كده ربنا هداها، هاتيهم بقى بعد ما جم ختموا وكلهم دخلوا طب، وبعد ما ختموا هم كانوا ناويين يختموا في سته طب بس الحمد لله ختموا في خمسه طب، كانوا بياخدوا خمس اجزاء كل سنه وبعدين بقوا في الصيف اللي اتزود فختموا على خمسه طب، وفي اللي ختم على اربعه. مجموعة أحسبها والله حاسبها، يجوا يقول لك دلوقتي بنضحك على حاجة يعني حاجة ما تستاهلش الضحك، بس الضحكة طالعة من القلب ليه؟ بس الجبل راح، هم الدنيا راح، الحزن وهيافات الجيل مش موجودة، تفاهات الجيل مش عندكم، انتوا مش بتوع جيل التفاهات والهيافات، لا انتوا مختلفين. حامل القرآن أشوفه بسمته نور قلبه ونور لسانه ونور كلامه ونور فعله. لما أجي أديك أقول لك أنا كل مرة أجي أكلمكم عن أخلاق حملة القرآن منها الصدق، هو أساسها الصدق. الصدق والإخلاص، إيه اللي أعلى من الإخلاص؟ التجرد. عارفين يعني إيه؟ يعني حتى ولا جزاك الله خيرا، يعني ولا حتى يرى البشرة في وجهي أبدا. يقول لك إيه؟ يدي الصدقة ويحب يرى البشرة في وجهي الغير، مش إخلاص. أعطي لله، أتكلم لله، حتى مش عايزة جزاك الله خيرا كتر خير، ما شاء الله عليكي لك ولاكم مثل. وكانت السيدة عائشة تفعل كده، اللي كان يعطي الصدقة يقول لها جزاك الله خيرا تقول لكم ولاكم مثل، حتى الأمر ليه؟ عايزينه منين؟ من الله. كله كله يا رب، كله كل الثواب وكل الخير انت حطه لي وانا واخداه وحطاه ليوم الدين. صدق الافعال والصدق مع الله سبحانه وتعالى خلاصك في الدنيا، يا هناكي ويا سعدك لما تبقي من الصادقات. اصدقهم حديثا، كمل الحديث، اصدقهم حديثا اصدقهم رؤيا. الله يفتح عليك. صدق الحديث
على طول. مين عايزه تشوف النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلوا عليه. كلنا عايزين. كم واحده شافت النبي عليه الصلاه والسلام في روحه؟ الله 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 الله. تعالوا لنا بقى عشان نقعد نسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اكلمكم بقى على اخر حاجه، كرامة من كرامات الصادقات. عايشتها عايشتها، ودايما بحكيها في كل المحافل ان انا شفتها. كنت حديثة عهد بالتزام، وكان عندنا كل اسابيع بقى الاخوات بتوع المسجد يعملوا ايه؟ الاسبوع ده اسبوع القرآن. هي الذباب عايزه تيجي تسمع، ما تروح اسمعي في مكان تاني يا بنتي. فجاء بنعمل اسبوع القران. اسبوع القران ده بقى يعملوا ايه؟ فضل الايات، فضل سوره التكاثر، الزلزله، من قرا خواتيم الحشر، من قرا خواتيم البقره في ليلتك فتاخر ايتين، وهكذا. وبعدين يتكلموا عن القران ويكونوا مجامع للحفظ. وبعدين اسبوع مثلا عن الاختلاط وحرمانيه الاختلاط والحدود، وازاي تتعاملي في جامعه وازاي تتعاملي في كذا، كلنا في جامعه. وبعدين نعمل لوح بقى ومكتوب عليها بقى ومش عارفه ايه. نعمل اسبوع عن الحجاب، نجيب بقى الحجاب الشرعي والثانيه المخنوقه والمشنوقه والمسنوقه واللي لابسه ستريتش واللي مش عارفه عامله غصه وبتاع كده يعني. ولوح بقى وشعر ومشاهد وسكشات. كانت ليله، كانت ليله صراحه. وبعدين جم قفلوا المسجد. احنا كنا بنتجمع قبل صلاه الفجر نقعد ونعملوا الحاجات دي، وعشان ايه نقول للبنات بقى فايتين. قفلوا المسجد. هذا حسب لاخت كنت حديثه انا عهد بالتزام، يعني لسه ملتزمه شديد يعني، من اخت حامله لكتاب الله. قالت لي يلا تعالى بقى نصلي ركعتين قيام. صلينا فين؟ كان عندنا جنينه في المدينه الجامعيه كده، صلينا وراها. صلت بيها ركعتين، وبعدين قالت لي ده اسمه قيام الليل، اوعي تسمعي. وانا نوني طلب حاجه من ربنا يفتح لنا المسجد. الامر ده انا بحكي وانا شفته بعيني. انا واحده من الناس اللي بحب ايه؟ يعني الامور تكون واقعيه، بس تديني شغل وديني على الارض الواقع، سيبك من الكلام، دفع. فجت واحنا معديين على باب المسجد مقفول بالقفل. فجت تقول له القفل ايه؟ تخاطب القفل اللي هو اللي قافل المسجد، يا قفل انت عبد من عباد الله، وانت خلق من خلق الله، واعلم انك تسبح، وما من شيء الا يسبح بحمد، ولكن لا تفقهون ايه؟ وانت بتسبح ازاي ترضى انك تقفل على المسجد وباب ربنا وبيت ربنا؟ ازاي كده؟ المفروض ما تقفلش. فانا طبعا ايه؟ يعني انا واحده لسه جايه، لا كنت بصلي ولا محجبه ولا نيله ولا اي حاجه، شايفه واحده بتتكلم القفل كانه خاطبه، حاجه كانت عجيبه بالنسبه لي. وسابته ومشيت. وبعد ما سابته ومشيت، انا دايما بحكي القصه دي، انا مصاره فيها جدا. فانا وقفت بتاع يعني فتره كده استوعب هي حصل ايه، وبعدين مسكت القفل كده لقيت القفل اتفتح في ايدي. يا تعالوا على المسجد، انت وفلحنا المسجد وقعدنا وعملنا اللوحات وكان وصلينا قيام ونادينا الناس وصلينا الفجر والاذكار بعد فقط هي صلاه. فبقول لها قالت لي اكتمي عني. قالت لي انا دعيت لكن ما اتفتحش في ايدي، فتح. قلت لها اسكتي بقى، اسكتي اسكتي، تقولي ليش اتفتح في ايدي ما اتفتحش؟ انت اللي كلمتيني. الصادق وفتح له المغاليق. وكرامات كرامات، اوعى يكون يعني. كنت حضرت اكتر من حاجه للشيخ الشعراوي. المصور اللي كان بيصوره كان جار من جيراننا يعني. كان يجي يحكي حاجات عظيمه عليه كده، بس انا ممكن ابعد ما يكون على الالتزام يعني، ولكن الواحد يفتكر كتير من الكرامات. والاهل القران خاصه. يعني مين القارئ اللي كان لا يسمع شيء من كلام الدنيا وله عمود في مسجد النبي عليه السلام، اول ما يسمع القران ما يسمعش الا القران. القارئ الثاني اللي كان جم يغسلوه لقى ايات القران تحت الجبت مكتوبه، هو مش القران اي.
واما كريم السر في الطيب ايه نافع، فذلك الذي اتخذ المدينه ايه منزلا. ان لما تعيش مع القران يختلط بدمك وروحك وقلبك وحالك، ولما يبقى اللسان صادق يبقى جمعت الخيرين، ولما يبقى النيه خالصه يبقى جمعت الثلاثه، ولما يبقى العمل كله لله بالنوايا. انا عايزه قرانيه ربانيه منين محلتي في مكان الله. الله ده كانت يومنا هنا معديه وده اثر. اللهم بارك، ده شفت ده كانت دكتوره امل من معاد خير القران، ده حماس معرفش راحت فين وعمل. الله انا عايزه وارجع اقول الكلام اللي قلناه الاسبوع اللي فات، انا عايزه حفظ بقى بعمل حبك للقران في قلبك وعلى لسانك وعلى جوارحك، ما اشوفكيش متناقضه، ما اشوفكيش بتقولي اه ده انا مع القلب واستغفر الله تافهه او هوائيه او استغفر الله استغفر الله بتكذبي استغفر الله، لا ده انت اهاب قلبك وعى القران وعاء ينفع اللي يكون ربنا حاطه فيه ان شاء الله، لو ايه والله لو صوره استحي من الله واكذب في قلب استغفر. ايه ده اللسان غلط او تبقى انا معدني طيب لان انا عارفه ولكن ماليش ريحه زي التمر. المجموعه اللي حاضره المخيم دول انتم متميزات، احفظي عن نفسك كده، انتم مختلفين عن الناس، انتم مش زي الناس، انتم مطالب منكم من قبل الله عز وجل ومن قبل دعوه ربنا ودين ربنا والاسلام انك تكوني انت الاسلام، ده الصدق مع الله، تكوني انت الاسلام، يبقى ده الصدق. انا الاسلام في قولك في فعلك، اهلا انت كنت معايا في المخيم اه فاهمين، ده الصدق مع الله يا اخوات. يا بنات اوعي اوعي تغرك الدنيا، اوعي تغرك الشهوات، كسل نوم صحبه زائفه، كل اعرف من البنات من اللي ما كانوش اصلا محجبات ميكرو مش مني ميكرو جيم، وكان تيجي تخرج وضحك وهزار ودنيا وليله، تقول لك انا مش سعيده انا مش مبسوطه. هاتي المجموعه دي، المجموعه دي ربنا هداها خمسه سته كده ربنا هداهم، هاتيهم بقى بعد ما جم ختموا كلهم دخلوا طب، وبعد ما ختموا هم كانوا ناويين يختموا في سته طب بس الحمد لله ختموا في خمسه طب، كانوا بياخدوا خمس اجزاء كل سنه وبعدين بقوا في الصيف اللي اتزود فختموا على خمسه طب، وفي اللي ختم على اربعه. مجموعه احسبها والله حاسبها، وان انتوا فعلا تقيموا حروفه وحدوده. ويا رب يا رب اللهم اسالك في هذا الساعه المباركه في اليوم المبارك يا رب، اللهم ارض عن هذا الجمع، اللهم افتح قلوب بناتنا للخير، اللهم اقبلهم يا رب سفراء عندك، اللهم اقبلهم سفراء عندك يا رب، اللهم اقبلهم من يحدثون عنك ويحببون الناس في دينك يا رب، اللهم امين. يا رب يجعلكم منارة يا بنتي للقرآن، ويجعلكم منارة للإسلام، يفرح بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي تصدق وتعاهد ربنا من هنا وتقوم القعدة دي، أنا هكون من الصادقات فعلا، ويجي لها النبي عليه الصلاة والسلام تسلم لنا عليه، لأن أنا ببشرك، أنا ببشرك، اللي تصدق وتكسر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هيجي لها النبي على السلام، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وإياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قولي يا مريم. بص السؤال الجميل ده، صعب ان انا اعيش كل حاجه لله 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 اه ليه؟ ملهيات الدنيا. مش انا قلت لكم دلوقتي خلوا في حاجة أساسية جواكي، ما اعملش عمل حتى شربة المية إلا لما يكون ليا في نية، حتى الدنيا، حتى لو جالي عريس، نتكلم على العريس شوية بقى عشان ما اتكلمناش على عرسان، حتى لو جه عريس، حتى الدنيا بقى وبتاع وخطوبة وسيشن وفرح بقى وفساتين وبتاع والفرقة فرحة اسطنبول بقى وهيصة وهنعمل وهننشن، كل القصة دي مش ده دنيا؟ بس انا نيتي فيها ايه؟ ارض ربنا، اجيب بيت مسلم
يبقى عندي حد اشاركه وكذا، اطلع عيالي يتعبدوا لله سبحانه وتعالى في الارض. نوايا ايه اللي انا الاقيه في الدنيا صعب عليا لما اؤذى؟ كل حاجه ممكن تكون حلوه وناويه فيها وراحه الجامعه وبتعلم وبعمل كذا ولله وكلها خير، انا ما بمنوش نيه خلاف الخير. ايه اللي ممكن ساعتها يحصل اللي مريم بتقول عليه لما تؤذي؟ لما تجيلك اذيه حقيقيه، يا سلام بقى، استغفر الله بقى لو جت من اقرب الناس او من ابعد الناس، المهم بتؤذي. لا ده انا اعملها وكيلها وبهدلها واسولها واعملها واسمها. ادفعي الاسد، حقك ادفعي الاسد ونيتك فيها الاصلاح. طب اللي كسرت قلبي واللي حصل لي والظلم اللي تعرضت له، الله عز وجل باسمه الديان يقتص لك في الدنيا يوريك في الدنيا قبل الاخره. معقول؟ اشوف في الدنيا قبل الاخره. اسم الله الايه؟ يا شفاء. اسم الله الايه؟ يعني شفاء وهي صغيره كده. اسم الله الديان، اسم الله الشكور. يبقى لا هزعل ولا هتقهر، انا شايفه الحاجه قدامي ولا بحرق في دمي ولا الله سبحانه وتعالى، طالما انا من الذين امنوا ان الله ايه؟ مدافع. يا هناك ويا سعدك، يا هناك ويا سعدك. طيب ان الله يدافع عن الذين امنوا، ماشي، الايمان التقوى وهكذا. اسمعي الجمال اللي انتوا فيه بقى، ده انا عايزاكم تنموا يا رب، تتشربوا قلوبكم اللهم امين، وكلمه بس من مني تدخل قلوبكم، قولوا امين. طيب اهل القران بقى دول ايه؟ اهل الله وخاصته. يعني ايه؟ يعني ولي الله. انتوا عارفين يعني ايه ابقى من اولياء الله؟ لا خوف عنهم يحزنون، هم كل واحد بحاله. ايه كمان؟ من عادى لي وليا، من عادى لي وليا ايه؟ اذنته بالحرب. ده مين اللي بيدافع؟ ده مين اللي بص اللي يعني واخدك كده في كنفه؟ سبحان من عاد لي ولي. ينفع نكون اولياء لله؟ ينفع. بايه؟ بالقران والنوافل، وتعيشي حياه سعيده الف سعاده. صحابي بعد الالتزام ما خدت المنحه ده، انا هبقى يومي وحالي وحياتي لله، خلاص مش عامله اي معاصي ولا كذا. جم الشله يتريقوا عليا، تريقه يعني، وكذا وعملت ومش عارفه ايه وايه ده. وانا ابص لهم واضحك صعبانين عليا. بقول لهم في لذه جوه قلبي نفسي ادوها. قراني في قلبي دوما يامرني من فيض ضياء، ايات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى. بشراك يا حافظة القرآن حين تنالي من رب الرضوان، ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، في يوم تشخص فيه العينان. يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء، من حفظوا القرآن وصاروا للأمة نورا وهدى، بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى.